الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تقدست أسماؤه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل جلاله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال سبحانه في بيان تعداد نعمه على الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الله يذكر هذه النعم لتكون تذكرة للعبد، للإنسان، ليرى، ليتفكر، ليعرف، ليتدبر عظيم هذه النعم التي أنعم بها سبحانه على عباده. ألم نجعل له عينين يبصر بهما فيمشي إلى ما ينفعه ويبتعد عما يضره. وإذا أردت أن تستحضر شيئاً، انتبه، شيئاً من عظيم قدر نعمة البصر، فأغمض عينيك لساعة في الطريق، في العمل، في الخلاء. كيف تفعل؟ ما الذي يحصل معك؟ لساعة. فكيف لو كنت في كل عمرك أعمى؟ كيف لو كنت في كل عمرك لا تبصر ولا ترى؟ إذن رأيت كم لهذه النعمة من فوائد، وكم لهذه النعمة من قدر، وكم لهذه النعمة من منافع. استحضر. لماذا؟ لتكثر من شكر الله، لتقبل إلى طاعة الله، لتبتعد عن معصية الله، لئلا تنسى شكر الله عليك. وكما قال سيدنا الغوث القطب الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: لا تنشغل بالنعمة عن شكر المنعم. لا تنشغل بالنعمة عن شكر المنعم. فأكثر أيها الإنسان، أيها الضعيف، أكثر من شكر الله، فأدِّ الواجبات
واجتنب المحرمات، وهذا الشكر الواجب. أما أن تكثر بلسانك من قول الحمد لله فهذا شكر مندوب مسنون فيه خير وثواب وبركة. إذن انتبه لهذه النعمة وحدها، ألم نجعل له عينين ولسانا يفصح به عما في ضميره وعما في باطنه ويعبر به عن ما يريده من المنافع من الخيرات، يشتغل به بتلاوة كتاب الله وذكر الله والاستغفار والتهليل والتسبيح والتقديس والتحميد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر به بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو به إلى الخير وينهى به عن الشر. هذا اللسان كم فيه من الفوائد، كم له من المنافع، لكن هل استعملته في الخير؟ هل حفظته من الشر؟ هل صنته عن المعاصي؟ وقد روى البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وذكر اللسان قبل غيره، وذكر اللسان قبل غيره. لذلك إخواني فلننتبه لهذه النعم. الله تعالى عدد هذه النعم تذكيرا للإنسان ليكثر من شكر الله، ليؤدي ما فرض الله، ليجتنب ما حرم الله. لكن كم وكم من الفسقة، وكم وكم من الفجرة، وكم وكم من الغششة، وكم وكم من العققة، يستعملون هذا اللسان بالكفر، يستعملون هذا اللسان في الكفر والضلال، في مسبة الله حاشا، في مسبة الأنبياء والإسلام والقرآن، في مسبة الصلاة والصيام، في مسبة الكعبة، في مسبة الشريعة الإسلامية، في إنكار وجود الله، في تشبيه الله بخلقه، بدل أن يستعمل هذا اللسان بشكر الله وتعظيمه يستعملونه في مسبة الله والعياذ بالله، يستعملونه بنسبة النقائص إلى الله، بالاستخفاف بالله، بانتقاص الأنبياء وتكذيبهم، بنسبة الكفر والفسوق للأنبياء، يستعملون هذا اللسان بتكذيب الشريعة، بتكذيب الإسلام، يستعملون هذا اللسان بتكذيب القرآن. الله عز وجل أعطانا هذا اللسان الذي حجمه صغير من حيث الحجم والمساحة، لكن شره عظيم كبير لمن لم يحفظه، قد يوصلك إلى النار، قد يوصلك إلى جهنم. معاصي اللسان أكثر من معاصي اليد والعين، أكثر من معاصي الأذن، أكثر من معاصي الفرج، أكثر من معاصي البطن. معاصي اللسان كثيرة وكثيرة وكثيرة إلى حد بعيد. إخواني علينا أن ننتبه لنستعمل هذه النعم فيما يرضي الله تعالى. هذا الوليد بن المغيرة الذي قيل نزلت فيه هذه الآيات يذكره الله تعالى بنعمه عليه، بدل أن يشكره كفر به والعياذ بالله، كفر بالله وتمادى في الكفر والضلال وفي محاربة الإسلام. وهي عامة من حيث التذكير بالنعم. إخواني في الله لا تلتفتوا إلى جهول يقول إن مسبة الله في حالة الغضب لا تخرج من الإسلام، لا تلتفتوا إلى قول كفور يبيح مسبة الله في حالة الغضب،
لا تلتفتوا إلى فاجر يبيح مسبة الله والإسلام إذا كنت لاعبا أو غاضبا أو مازحا. لا تلتفتوا إلى قول من كذب الله والقرآن والإسلام والحديث والإجماع فقال إن تلفظت بمسبة الله ولم تكن ناويا ولم تكن شارحا صدرك ولم تكن قاصدا ولم تكن مريدا الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر بزعمه قال هذا ليس بكفر. أعوذ بالله من تكذيب دين الله. أباح الكفر للناس وفتح باب الكفر على مصراعيه للناس. والله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لاحظ ما يلفظ من قول، الآية لم تشترط أن يكون مع القول نية وقصد وانشراح الصدر ومعرفة حكم اللفظ ولا إرادة الخروج من الإسلام والدخول في دين الكفر، كل هذا ما شرطته الآية، بل من جعل ذلك شرطا كذب الله، كذب الإسلام، أباح الكفر. فلا تلتفت لقوله، لو كان شيخا صورة، لو كان قاضيا، لو كان في موقع الإفتاء والفتوى والشيخ والقاضي والإمام والخطيب والأستاذ هنا في لبنان، هنا عندنا في لبنان أحد القضاة من جماعة تدعي أنها إسلامية في مجلتهم قال إن مسبة الله ليست كفرا. هؤلاء أي شيء لهم في الإسلام؟ إذا كانوا يبيحون مسبة الله، الله ماذا قال في القرآن؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله. الله رد عليهم، الله كذبهم، الله فضحهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. احفظوا الآية، قد كفرتم بعد إيمانكم. واسمعوا للآية الثانية، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. لاحظ الله قال كلمة الكفر، ما قال معها نية وقصد، ما قال معها انشراح الصدر. الله تعالى ما جعل ذلك شرطا للخروج من الإسلام، بل بمجرد أن يتلفظ باللفظ عمدا بإرادته وهو يفهم المعنى خرج من الإسلام، لأن اللفظ صريح وهو يفهمه وقاله عمدا. عن أي شيء يسأل بعد ذلك؟ هؤلاء الذين يقولون يشترط أن يكون شارحا صدره، قاصدا، ناويا، يقال لهم هل تشترطون هذه الشروط في مسبة بناتكم؟ هل تشترطون هذه الشروط في مسبتكم في النت والإنترنت؟ هل تضعون هذه شروطا لمن يطعن فيكم في الفضائيات؟ أم ترفعون عليه ما يسمى المحاكم وتشكونه للمحاكم الدولية؟ ترفعون عليه القضايا، قضية قدح، ذم، سب، شتم، هذا لأنفسكم لا ترضونه. لو أنه سبكم وشتمكم وتكلم في عرض زوجاتكم وبناتكم بزعمكم، هل تمررون له؟ هل تقولون معليش معليش ما كان ناوي، لم يكن شارحا صدره، لم يكن قاصدا؟ هل تقولون ذلك؟ لا، على زعمهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. لماذا في مسبة الله يهونون الأمر؟ لماذا في مسبة الله يمشونها؟ لماذا في مسبة الرسول والقرآن والإسلام يهونونها للكفر أمثالهم؟ اسمعوا الآية واحفظوها، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم، بعد إسلامهم. هذه الآية الثانية. اسمعوا الآية الثالثة من سورة النساء، ومن يكفر، سماه كافر،
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما قال لا بد من النية وانشراح الصدر والقصد، ما قال لا بد أن يكون عالما بحكم معنى الكلمة أو بحكمها، ما قال. إذن هو عامدا تكلم واللفظ صريح يفهم ما يقول، لا مكرها ولا سبق لسان. ماذا بقي؟ لماذا تريدون إباحة الكفر للناس؟ تفتحون باب الكفر على مصراعيه للناس. ما معنى الإيمان والإسلام؟ هل تتفق مسبة الله مع الإيمان؟ هل تتفق مسبة الله والإسلام مع القرآن والإيمان والإسلام؟ ما معنى الإيمان إذن؟ ما معنى الإسلام إذن؟ إن أبحتم مسبة الله للناس وأنتم تدعون المشيخ وتلبسون العمائم، أليس الله يقول في القرآن الكريم، اسمعوا هذه الآية، إن الذين آمنوا ثم كفروا، هذا قرآن، إن الذين آمنوا ثم كفروا، ماذا يريدون بعد كل هذه الآيات؟ واسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي بألفاظ متقاربة، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. لاحظ، لا يرى بها بأسا، هو بزعمه لا يراها ضارة له. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي لفظ أبعد مما بين المشرق والمغرب. بماذا؟ بكلمة الكفر، كلمة. ما قال ومعها نية وقصد وانشراح الصدر، ما قال. إذن هذا القرآن وهذا الحديث وذكرنا من رواه، ماذا بقي؟ الإجماع. من نقل الإجماع من علماء الإسلام على أن من سب الله أو نبياً من الأنبياء أو الإسلام أو القرآن أو ملكاً من الملائكة غاضباً أو لاعباً أو مازحاً كان، من نقل الإجماع على كفر هذا؟ القاضي الفقيه العلامة المشهور في المذهب المالكي وبين علماء المسلمين القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفاء في المجلد الثاني نقل الإجماع، الإجماع على كفر من سب الله. من غير القاضي عياض؟ الإجماع، نتكلم بنقل الإجماع. من نقل الإجماع على كفر من سب الله أو الإسلام أو نبياً من الأنبياء أو القرآن أو شتم الله أو انتقص الله أو وصفه بصفات خلقه أو نسب له القعود والمكان والجسم والحجم والشكل والصورة والحركة والسكون والانتقال والتغير والتطور والتبدل والإحساس والشعور واللذة والألم، نقل الإجماع على كفره؟ ملا علي القاري الحنفي في كتابه المرقات، المرقات نقل الإجماع في هذا الكتاب على كفره. ماذا يريدون بعد ذلك؟ القرآن والحديث والإجماع. أما هم يبيحون تشبيه الله بخلقه، يبيحون مسبة الله للناس، يبيحون تكذيب القرآن، فلا تلتفتوا إليهم، قولوا لهم اتقوا الله وارجعوا للإسلام قبل فوات الأوان، واشغلوا هذا اللسان بالطاعة والذكر والخير، اشغلوا هذه النعم بالطاعات بالحسنات بالخيرات. الله يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ثم أليس قال: وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الخير من طريق الشر. الله بعث الرسل وأنزل الكتب وأعطانا العقل وبين لنا طريق الجنة من طريق النار. ماذا يريدون بعد ذلك؟ فهنيئا لمن ثبت على الإسلام
وويل لمن كفر بالله غاضبا أو لاعبا أو مازحا كان، عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله هذا وأستغفر الله لي ولكم.